السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما أبي أسلم عليك، أسلم على ربعي. صبحكم الله بالخير، كيف الحال وكيف أنتوا؟ والريال ترى دالي هذا وها، ولقطنا لأبوي عروس ترى على فكرة، إن شاء الله إذا الله جعلهم الحيين نبي يسيرون. تعال عاد دالي خبر الرب. لا لا خلافتي هي الحين أول بادي أنت خلافتي هي، خلينا نقول حق الجماعة صباح الخير. زين بشيركم أبوي نقطنا له زين اصبر عادة لقطنا العروس أو ما بصغيرة، فكان قالت أبوي بحوف 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 حوف بتعبل من صلاح، وأنا صلاح حريدة وإن شاء الله باخذ فيه ويه الله وبتعبل منه. لكن أبوي أنا حرمت لا بعرس ولا بشيات ولا بقرعة، أنا بملكه وريال يكون يعرف قدري وما بكل يوم يطيح ويتكود. انت مال انت شو يعني؟ عيال ابوي الحين مستعد للعرس ولا لا؟ شو ان شاء الله ان شاء الله هي الله يتمم عليك ان شاء الله كريم. الله كريم. زي عبد الحرمه ما تبى واحد كل دقيقه يتكود صلاح ويطيح وكل يوم الان ساحه. لا لازم تصبح الصبح يخفى وجهه من البطن هذا. ايه كان تبى هي قالت انا بابا ريال مردمه بعير انا بريال خفيف. حرمه هاي ضعيفه ما تبالها ريال خرس كم كبر. زين انت بنت تخبر ولا تبالها واحد يغور خشمه؟ شو تدور الكنز تدور شو عين؟ لا 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 الحين تصوير ايش قبعد تجي بعد؟ هات الريف التحكي ولا مخاوش الخشم ها ما حد يسوي يوم حد يصوره بعد قياض هو وحين شو وهذه دلتنا هاللون الخضرنجي هذا اللون خيبه هذا اللون الخضرنجي ما شي لون عليه هذا شي ترى هذا ابوي تبعه امس فاطمه الحامليه ام محمد ظهره فنايل الخالدي واكواب الخالدي حليلك يا ام محمد يعلى الله يحفظك يا الحاملية بارك الله فيك. طرت علي حين عادة كل حد مطرش لي المقطع مال فيديو مالها كل حد ساير ما ادري شو الحفيزات ولقطة فنايل غاويات قالت هاي شارات فنايل الخالي صدقها ما تقصر بنت الشيبة. مورنينج جيلز جود مورنينج جيلز بعد اليوم كل يوم هو فرض فور مي شوي هذا ابوي هذا مسمن وهذا بطبوط المسمن يعلى الله يحفظكم فيه شو واتس انسايد نقانق هي كذا اي هاي نقانق مال خضره كزبره سواي بعدين كزبره وجبن حلوب اي نقانق ما مال لحم ولا مال دي اي لا خضره لذيذ ما ادري وين يبون شو اسم الشركه اقول لك مال هذا شيء وايد ممتاز والله ما اعرف شو اسمه عاد فنان انا ما اكل النقانق خير من الاساس غير هذا يعيب لي مال خضره نقانق مال خضره ما يندرى شو اسم هالشركه شيء وايد فنان الحين هذا روح نمونه هدى هذا اللي مسويتن الثاني شو حاطه داخل انت شبت علي حسك عاد شبت وبيض ومرتدله وهذا داخل ابوي نقانق خضره وجبن حلوم شو بعد وكزبره وهذا شو هذا؟ مسمن هذا المسمن هذا عادي يباله شويه عسل وزبده عاد تكون طريه شو نسوي ما باليد حيله مساء الجميع مساكم الله بالخير. طبعا اليوم تكلمنا عن الشخص اللي اول واحد طلب خيل البحر ولا العنبرة طبعا هو خالد الخالدي وما شاء الله تبارك الرحمن هذه طلبيته من اطرينا اسمه قال طويل العمر هات لنا مالح الزين عطنا القباب هالمرة نجربه واليودر طبعا هو مجرب اليودر وعايبنا و
هاي طلبيته، وإن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى توصل لباب البيت. مساكم الله بالخير والنور والسرور، مثل ما تشوفوني على الله يحفظكم. أنا جاي أدي واجب العزالة في وفاة المغفور بإذن الله تعالى الحيري سالم بن فرهود الكتبي، والد كل من معالي السفير الدكتور عبيد الحيري الكتبي وراشد الحيري الكتبي وعلي الحيري الكتبي وأحمد الحيري الكتبي، اللهم اغفر له وارحمه تقبله مع الشهداء والصديقين. حامد بن زايد والسفرة والحل بالجيش والحل بالداخلية، وما شاء الله جزيل السلام عليك. كيف أنت؟ الله يسلم في حظك ويبارك فيك. ما جيتنا عقوبتي مرة في أذربيجان. أذربيجان أبوي خلاص غير يسعد. لا يقولون فنادق كلها ممزرة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك حظك ويبارك فيك. اسمي الشيخ حامد بن زايد الله يحفظه ويطول بعمره. ما نسعيد العتيبة. راد 40 سنه وراه نسك. هذه من اسرار استراليا. ما دام انه هو سفير خذنا بني. الله يستاهل العنب طال عمرك. الله يحفظك القمر بنسي. على الله يحفظك يا شيخ. حظك يا الغالي، يعطيكم في داعه الله وما جورين في مصافكم. يا الله يحفظك يا الغالي. هاي ما شاء الله تبارك الرحمن، طلبية جاهزة والحمد لله لك يا رب. هاي طلبية أخونا خالد الخالدي مثل ما وصانا، قال أبغي الفلفل والورق ليمون والليمون شرائح. قلت له بشرب سعدك وباللي تامر فيه فالك طيب. وهاي ما شاء الله هذه العنبرة، هذا مالح العنبر. ونقول بالعافية عليك يا أخوي الغالي، بالعافية طبعا بعد شهرين لما يجهز. ما شاء الله احجام طيبة الصراحة. جزاكم الله بالخير متابعينا، الحمد لله يا رب توفيق من رب العالمين حصلنا على العنبرة. طبعا هذه طلبية خاصة لان اخونا الكبير غني عن التعريف خالد الخالدي، وسأل الله التوفيق لنا وله ان شاء الله يا رب. طبعا خالد الخالدي طلبها مالح، وبدنا ان شاء الله باذن الله تعالى اذا حصلناها بشرف سعدك راح نسويها لك مالح ونطرشها لك. طبعا نسمكه فريش من الطراد للسكين على طول. تابعوني معكم اخوكم الصغير احمد علوان صاحب مالح الحوت. ماهر الله السلام عليكم. شو هذا بعد؟ ها؟ نسيب نشوف شو هذا، ريال ولا حرمة؟ ريال يبها النمونة زي يبهن ياي ولا أنا بيب كبري. أقول بابا مالهم فنجان جولد. فنجان جولد على شو؟ فنجان جولد. زين ما حد أشوي الصورة عادي، وهذا بع من عندهم روحهم. كم الله بالخير. الحنباها اللي توني حطيت صورة لكم هاي في منطقة الرأس، منطقة الرأس في ملقيوين. وتخيلوا هالحنباها النادر البيربل المهمبذ بنفسجي اللي توها العرب تسمع بها وتزرعها في الإمارات. مزروعة من يمكن من أكثر من هاي عمرها أكثر عن 10 أو 15 سنة
مزروعة في منطقة الراس، بيت بيت في ما بالله خلنت البيت اللي مزروعة فيه خاري عن البيت، بعد خاري عن البيت ومتغذية على شو، عايشة على على مال كنديشن. تخيلوا على مال كنديشن عايشة هالهمبا. شو وش قال متعظمة وش قال متربية وش قال غادي. سبحانك يا رب. الناس تتعب وتشقى، الناس تتعب وتشقى على هال تربي الهمبا، وهي هاي ظاهر وروحها متربي ومتربعة. الهمباي على الله يحفظكم عند بيت الشيخ عبد الله بن أحمد المعلق ثم القيوين في الراس. سبحانك يا رب، والله حد متعبل منها على قاطور الكنديشن، على قاطور الكنديشن شريته متربع وغادية غير تحرها حرمة ومتشغبة، حرمة بكواشيها ودنياها وعلمها وخبرها. سبحانك يا رب. وما بأي همبا بقولكم لو همبا عادية ما عليه، هذه من الهمبا النوادر، اللون هذا من النوادر جليل، حد يكون عنده من النوادر، وأصلا مش موجودة في البلاد، ما بين همبانا المتعرف عليه. متى انحطتها متى انزرعت، وزرع الله وعلى الله تراها، زرع الله وعلى الله. فنشوف مغفولا عنها، لو محصل اهتمام ما ظني بتغدي هالنمونة، لو محصل اهتمام ما ظني بتغدي هالنمونة. شو ما شاء الله، هاي يقوم يقول خنابيل خنابيل، هذا الخنابيل اللي يطرونه. شو فائدة انك تزرع كذا نوع من الهمبة، ما تتشل على نوعية معينة، لانك ودك تاكل الهمبة دور ما دار السنة، كل السنة يكون موجود عندك المحصول. فحين هذا، هذا توى الحينة، توى الحين يزهر، هاللي تشوفونه الحين يزهر، هذا يوم بيوجه في الهمبة عن كل بيوت الناس تبتدي تاكل من هذا. في القيض هذا ينكل في الشتاء، في أول شتاء، في أول شتاء هذا ينكل، الوادم شبعت من الهمبة. هذا الحين اللي تشوفونه حامل في أمهاته، هذا الحين ينكل حال حال الهنابي العادي اللي في القيض، واللي الحين يزهر هذا متى ينكل؟ ينكل الله يحفظكم في ظهور في دخول الشتاء، أول ما يدخل الشتاء. بيقولوا لك نحن ما نعرف شو الأنواع، لا، فكل حد إذا بيدخل وبيسأل بيدخل في الإنترنت، الحين اللهم لك الحمد ما حد يقدر يقول عن عمره أنا ما أعرف. اللي خبرتكم عنه هاك اليوم ها من أول بادي مقطعنا. شوف الحين هذا خلاص، هاي فقدت الأمل إنها إنها تثمر. تدت الظهر هني، ها ورق جديد، دفع يسمون دفع جديد، فتدفع بدأ ما تدفع بثمرة وهي بهالسن بنت صغيرة، ها تدفع بورق بورق وتغل ورق وتغدي قوية. هاي حير تفاحة تقريبا متر، هذا بعد لين يدخل القيض ويظهر، وهذا الحول إن شاء الله بتثمر، لكن ما بتهزم ما بعد الحول ما بخليها ثمرتها. شو السبب؟ لأنها لازم سنتين تتقوى، لأنها ما عنثرها فقيرة، شرات لبنية، لبنية يوم هي حماله لبنية أو العروس متازم تحمل وتربي، هي توها زمل بلوغ وهيلة بيس فوقه 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 فوقه، ما تكمل الحرمة 20-25 سنة إلا حتى 5-6 بذرات تغدي. الحرمة ضعيف، ما تصير في كبر وما تصير في قوة، وتتقمح من تغدي بنت الحرمة بتغدي عمرها 35-37 تقمحت، نشلك عاد الرجل قال أنا بعرس، إيه شمنه تقمحت حرمة مرة، ما تروم لا تروم، إن يلست ما نشت، وإن نشت أبوي ما رامت تيلس، شمنه دردور عيال يا أبي، وين فيها قوة؟ هيلة بيس عيال 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 عيال. هنمون الشيرة، الشيرة يوم حمال وربا من يوم هي صغيرونة يخلون ثمرت عليها، يوم هي توها صغير يعني بنت، توها بنت سنة تثمر، لو حتى مطعمة وهي بنت سنة لازم يشلون ثمرها عنها سنة سنة، والحول والحالة لين تصير تتقوى تغدي بخير وسهالة، وتصير تغلب ورق وتسوي يد خلاف أبوي يشلون يخلونها تثمر، ولا مدامها صغيرون فغيرة ما يخلون عليها ثمر. كم بتاكل انت يا البنات بنادم، بتاكل هنا با هنا بيتين ثلاث، الهم بالله مالك الحمد، الأسواق مريود 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 رياض في الهمبة في الأسواق، فلذا كل اللي عندك انت تخليه يتقوى وتغدي بخير، غدي بخير وسهال، ولاحظ لاحظ على التكويد.
فعايله سهيلي البارحه لي انا هليل هالورقه توه الهمبه غاله وريقاتها هذا فعايله سهيلي السهيلي يوم يجيك حار ما يود ابوي لا ظلال ولا غير ظلال ايش بتسوي البنادق الله يقدرنا ان شاء الله على صبرنا على هالسهيل وطبابه باكر بتيك بعد اللواهيب اللواهيب هذه هي اللي عادة يبس حتى لصلوب الشير تيبس صلوب الشير اقول لكم شوف الحين ايش قال في معلومه لازم تعرفونها الشيره وين تتنسخ البنادق متنسخ من خشمه الشيره وين تتنسخ من الورق من الورقه شوف الحين الورقه ايش قال القاضي متعفصه شو السبب تبي تير الاكسجين ما تروم تبي تتنسخ ما تروم تتنسخ شو منه ها من كميه الطباب اللي يابل السهيلي ها فهذا الحين انت لازم الانسان اللي يروم واللي بيتشل على المهب ومتى ما يتمهب وخوزت الغبار يتريى لكن انا مثلا انا ما اتريى انا حين خبرت ابوي مهر الله وقلت لي يا ابوي باكر ان شاء الله يوم بيعديك المسا الماسي اغسل الزراعه عندك كلها من اولها لين اخرها اغسلها ابوي بالبرشر اغسلها كامل بالبرشر كامل الزراعه اغسلها غسال لين تغدي الزراعه تتبهلل تتبسم ترحب روحها تبتسم شوف ها غادي هالنمونه حتى هذا الحين تو جديد شوف هالورق تو غال شوف ما شاء الله فوق هالغل شو السبب العناي والتسميد غادي الزراعه هالنمونه الغل فوقه ما يتريى في الوقت اللي تسميد بلي عنايه من غله لين غله تاخذ شهر ونص او 3 اسابيع الحين ما شاء الله شوف الغله هاي توها جالب لونها من بني الى اخضر فوقه الغله الثانيه شمنه من التسميد يقول لك الارض هاي فيها صلاح الارض هذه انت تعبان عليها فالانسان يوم تتعب على الارض تغدي الارض تعطيك جوده في الانتاج في كانها زراعه ولا ورود ولا اي شيء ترى على فكره اي شيء البني ادم انت تتعب عليه رب العالمين يرزقك لكنك انت تخليه مني والطريج ما يستوي بتقولوا لي هاي الشيره في ام القيوي هاي من النوادر شيره ام القيوين شو مزروعه في الراس تراها مزروعه في الراس وعايشه على قاطور شوف يوم الله يريد عاده هذاك عاد شيء غير سدك بعد شوف فريج وفريج الشيوخ شو خليت بعد فريج الشيوخ يا ور السعدين تسعد والله العظيم اللهم لك الحمد الناس كلها خير وبركة اللهم لك الحمد يحفظنا بحفظ بلاد المسلمين أجمعين من كل شر وضر يبعد الشر والبلاء عن كل مسلم زين شو اسمه مهر الله حبيبي بكرة سو غسيلة كامل زراعة نخلة لا تغسل بسلة الهنبة واللوم كل البيت برا نخلة ما عليه باس ان شاء الله النخل ما فينا ها هي المغرب العصر العود الساعه 4:05 سوي غسيل بارك الله فيك شو الحين هاي لونها ايش قال مغبر باكر ان شاء الله اروي بريكم ايش قال تصويرها بغادي ان شاء الله يلا غايه الصلاه صلاه شو نسيت يا صلاح بكرة حبيبي عندي موعد أنا بعد دكتور الساعة بكرة بعد شيء عياد تابع البارجيل لا أنا بسير لها اللي في مستشفى هالمستشفى المجمع مال قومس ابن عبدليل دزفيل ولسفيل اللي في الشهامة دله هناك بكرة شيء عيادة يبون العرب الناس تعرف عنها معلومات وإن شاء الله باكر بنسير بنشرح العرب عن العيادة وشو عندهم شو ما عندهم اللي هي تابعة البارجيل هذا بعدنا نحن ما صورناه لكم وهذا بعد شيء جاي بعد من غير هذا بعد ما صورناه الحين هذا بعد بنصوره هذا بعد شيء جاي الحين ما عرفت علمه من أخبار الحين من أرد بس بنصلي برد الصورة
زين زين من... بس دقائق بصلي وبي بنصور بعد هذا هذا ما يوب من الظهر ولا صورنا. كلت من الهريسه صح؟ ايه؟ وكلت من شو؟ شويه وكلت من العصيده. كلت من الهريسه وكلت من العصيده صح ولا انا غلطان؟ غلطان ولا صحيح؟ صحيح. ليش حبيبي ليش السبب انت تتحلث تقول بعد بتعشى خلاف؟ يا ماما هاي خدية. لا خدية حبيبي صاحي خدية ما بتعرس انت بتعرس الحرمة شو قالت صلاح حبيبي هاي الحرمة شو قالت انا قالت مدام في بطن ومتين انا ما با الحين هي قالت انا بريال ما في بطن شو الحل يا صلاح بعد تبى ريال مرة زاهد زي يعني شو يعني بعد من ربية قاصر آنتين العقل وبعد بطن ما يستوي يا صلاح شو رايك؟ في بتعشى اليوم؟ بيت بيت لا 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 لازم بدون عشاء تعشيت كلت حبيبي كلت عصيدة وكلت هريسة لا لا شوية يا بابا حبيبي طوي سهل الكبر الحمد لله شوية على هواك بس الحرمة أبوي ما تبى زيزة ما شاء الله بابا شو أقول لها حينة؟ تعشى ولا ما تبى تعشى؟ إن شاء الله بابا إن شاء الله أكيد؟ إن شاء الله سمعي العروس ترى صراحة أبوي قال إن شاء الله ليش تضحك؟ إن شاء الله إن شاء الله شو يعني تحرين أكذب؟ إيش كذب؟ أنا ما أكذب. أقولكم بالنسبة للي توني نزلت هذا ما اللي خي اللي خيط المقاصير كل حد يسألني كم عنوان المقصر وكم عنوان كل دقيقة حط أطلع على الخاص الحين نزلته أنا أبوي على ستوري واللي يبى منه هذا اسمها السراب وفي في الخالدية دكان كيكين صغيروني شيء لكن رقم واحد خياط مال المقاصير هاي. ومبافجه العام خايطن هنا ظني على 40 45 والله نسيت كم خايطن هن العام من عنده خايط 30 40 حبه هنا من هن هالمقاصير شربت رقم واحد بعد هذا شيء جاي هذا جاي الله يحفظكم بيتكم فاطمة بتحاضر مضروبة دياي مضروبة على دياي مضروبة شكرا جزيلا بنت حاضر الله لا قطعنا موصلك مشكورين شكرا جزيلا thank you هذا بعد شيء جاي ما صوت بيوم الساعة ما وحالي كان لي كبدي صلاح برحمة بريحة العطور والمسك والعود فاطمة المري الكحيل للعطور مبروك عليكم الشهر الفضيل يا أبو محمد والله يبلغك صيامه وقيامه وانت بألف صحة وعافية شكرا شكرا بنتنا فاطمة المري جزاك الله الخير وشكرا على هالذوق الرفيع وشكرا على هالترتيب الفنان وكل شغلكم أبوي ما شاء الله يسد له الذوق هالفن يسد له البربل يسد يا أبوك هالبربل روح يسوى بلاد هاي سبريهات شيء ما شعار وشيء ما ينب وشيء من كل شيء ما شاء الله الظاهر انها شركة كبيرة هذه مش شيء بسيط يعني شغلهم مرتب يرزجهم من حيث لا يعلمون او يرزجها الجنة اللي اهم عن كل شيء هذا اللي احنا ما صورنا الكارت هاي احنا بنصور هو لازم يقولون من حيث لا يحتسبون وانا قلت من حيث لا يعلمون لكنها كلها واحد كل الطرق تؤدي الى روما بنصير نصور لكم الحين هذاك بعد الدلال اللي تهن جايات ويا استكاناتن وفنان في الكرتون بيني وبينكم ازدريته في القراطيس ويوم اظهرت خاري ترى فنان مسوين على التكاليف المراري و والمينة الختم الاولي المينة و... يعني شيء جميل حلو شغل ما ادري حرمه ولا ريال يخاد منه الله اعلم لكن اتوقع انه حرمه بنيه وهذا الشغل مش طبع هذا شغل يد الشغل هذا اللي مسوينه هذني شغل يد مستحيل يكون طبع الطبع يجي شويه فيه مره يجي غير لكن هذا اتوقع انه شغل يد والعلم عند الله يعني انا ما بدي خبره وايد في المواضيع لكن شكله وايد جميل شكله جميل لكن لو شوي الفنايل اكبر بغدي اخير لو شوي الفنايل اكبر يعني العرب اللي ما غير يحبوا الفنيال هالكبير يعني الفنيال العادي هذا انا احب الشيء الدفش انا ابوي ما احب الا كل شيء التول انا يعني كل شيء مكوت
شيء يعني طبيعي طبيعي كلمة بزينة، لكن شو بسوي؟ هذا أبوي عنوانهم، أحب أصوره لكم. شغلهم فنان وزين ويستاهلون فقارة، الله أعلم هو بعد ليكون ما بفقارة ما يدرابهم والله. نسير ونرد مره ثانيه. انا يعني الله يحفظكم موضوع اللي طرحته من كم يوم، قلت حق الجماعه ابى حد يخبرني عن الشركه. ما اريد كل شركه على راسه مالت المجهويات مال هل بالحلاوه روحهم، هل بالكوشه روحهم، هل الترتيب روحهم، لا انا اريد شركه روحها تسوي هذا الامر كله. انا ما اريد على عمري عباله ابدا، اريد شركه تقبض الصاله في تاريخ تاريخ 27 صار في يوم الجمعة، 27 صار في يوم الجمعة صالة الخبيصي في العين، تكون تدير كل شيء، ما أتعبل ولا من إذنه. أنا أريد هذه الشركة اللي تقبض الشيء هذا، مش مطرشين لي هل بالحلاوة روحهم، وهل بالمدخن روحهم، وهل مجهوين روحهم، وهل بالأكل روح. أنا أريد أبوي شركة يكون قابضة كل الأمر هذا. أريد الشركة اللي انتو يلي شد عرست عيالكم وعندكم خلفية عن الشركة الزينة، الشركة الفن لو شوية غالية، ما غالي بالعظمة، لا انا ما احب الفسقة ولا احب البطرة، ابغي الشيء اللي سعره معقول والشيء اللي فيه مخافة من الله ومرتب وناعم وفنان، وما بشيء مال خدمة قنبو عبود، اريد شيء فنان وزين، شيء يبيض الوجه بالنسبة للمعازيم. فاللي اريده اريد العنوان مال او مسميات الشركات، او اللي عنده كروت الشركات ينعتني يقول نحن يا ربنا، نحن يا الفلانيين، هب حد يخبرني مني وطريج، لا نحن يا الفلانيين يا ربنا، اساس اني اتخبر اللي استعزموا العرسهم وحضروا العرسهم حضروا الفرحهم يكون اني ياكلون شيء خطان في خاطرين. فعلى هالاساس اريد اعرف شوي تواصلي مع العرب وعلاقاتي، بسأل من تحت لي تحت بتخبر، هاي يسمون السؤال ما تحت الطاولة، فبعرف الهست وبتيني تقارير. وحين العرس كاظ ما شي وقت الحين نحن نزهب عمارنا بنزهاب وعلم وخبر ومرتبشين يعني، فلذلك يعني ما شي وقت لأني أطول الموضوع، كل حد روحه، فلذاك أدور شركة اللي هي مهمة بكل شيء. أنا حين أنتم ما قصرتوا بارك الله فيكم، نعتوني وخبرتوني، لكن كل حد روحه، أنا ما أريد هنمون، أنا أريد شركة تقبض أو يسمونه متعهد أفراح أو ما أدري يسمونه، هذا أريد الشيء اللي يسوي لي كل شيء، يكون أنا أفك عمري والصدعة والديانة. بارك الله فيكم، أعتقد اليوم إن رديت من الجيم من وقت برمسكم عن الموضوع اللي خبرتكم عنه الاجتماعي اليوم، في موضوع في قاية الأهمية، إذا ما باليوم ولا بكرة. أظهري خارج، هي طلعي أو تكت أوت وتتيار هي. هذا يعين الله يحفظكم من عند مريم القبيسي، هذا عبارة سح خلاص ومنثور عليه كازو او ويوز زين. شو هذا؟ خذ السح هذا وهذا بعد هذا ما قبضي منك بطشوت كهرب، وهذا عليه سح واذكار الصباح، وهذا اعتقد صابون شنه صابون ولا حلاوه بيكون ما ادري بشو، وهذا مشكورة يا مريم القبيسي، طال عمرك مشكورة وما قصرتي والله يحفظك. الخالدي ما خليناها في الخاطر مرة، صرناها وبطلناها، وحين ما ناكلها تقول نادر انت نادرة، ما ناكلها حين ما نجربها يا الله عاد حما نقصه وما ناكله ويا الملح، عاد يابسة حين ما بلغت ما ناكله ويا الملح، ولا شو تقول ابو حميد؟ صح 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 ابو علي، من أبوي أنا تراي في الجيم، هذا تحضير للموقع والمكان والساعة والزمان اللي أنا موجود فيه.
حاليا في الجيم بارك الله فيكم. والجيم ابوي اليوم يكاد ان يكون يصفر، ما بيصفر، في يمكن 50-40 نفر، 35 ادمي في، غير ما بشارات الزحمه اللي كل يوم. مساكم الله بالخير. اسعد لحظات البنت يوم بيقولوا لها بيون العرب الفلانيين بيطالعونك، او جماعة محيرينك، او بتي ام خاطرها انها تدور عروس لولدها وحاطين العين عليك انت، يبون يجون يشوفونك. هاي الليلة ما بتركض الليلة لبيون، خلى الي اليوم اللي بتسمع الخبر هذا فيه بالكوفة ما بيجيها رقاد. أسعد لحظات حياتها البنية يوم بيجيها الخبر إن حد بيجي يخطبها أو متكلم عليها أو يبونها أو بيحيرونها للشاب الفلاني. يمشون الأهل أهل المعرس وأهل العروس بروتين العرس والتجهيز و واللي تخطف الأيام وتخطف الشهور، جهزوا كل شيء، عرسوا، ابتدى العرس، خلص العرس، اختلى المعرس بالعروس، تم هذا منهم يكشف أوراق ربيعه أو شريك حياته بالسلبي أو الإيجابي، بالعدل أو المايل، خلاص طاح برقع الحياء بين بعضهم، وكل واحد عرف ربيعه على حقيقته حينه، على الحقيقة الواقعية اللي بتستمر طول الحياة. مثل ما تعرفون فترة الخطوبة فترة الملكة، كل واحد من الطرفين سواء المعرس أو العروس يحاول يبرز أحسن ما عنده للعروس، العروس تبتدي تظهر أحسن ما عندها من معاني، من أخلاق، من خفطينة، من أدب، من علم، من خبر، من مظهر، من كل شيء. والمعرس نفس الشيء، والمعرس نفس الشيء، والعروس نفس الشيء، كل منهم يخق على الثاني بما أحسن ما عنده أو يظهر كل ما عنده. هاي فترة الخطوبة والملكة، هذا من عقب العرس خلاص تسقط الأقنعة وطاح برقع الحياء، انكشفت الحقائق اللي كل واحد منهم مغبنها عن ربيعه أو شريك حياته، الشيء اللي ما باه يدريبي، واني انا الطبع اللي فيه هذا ما افضل انها تعرفه، لكن بتعرفه، درتوا تحت سقف واحد وانت درتي ويا تحت سقف واحد، بتتكشف الاوراق كلها وبتعرفين كل شيء عنه وهو بيعرف كل شيء عنك، خلاص تحت سقف واحد. فبعد الزواج الله يحفظكم تتكشف السلبيات، مثلا الزوج يكتشف في الزوجة شيء من الاستحالة أن يقدر يستحمله أو يستمر في تحمل الشيء هذا اللي من الزوجة، والزوجة في نفس الوقت ما تبغي تودر الشيء هذا اللي هو مكره الريل فيها من طبع أو من لبس أو من أخلاق أو من نفسية أو أي شيء كان. فلذلك يوصلون إلى مرحلة صدام حاد، فيكون الاستحمال أو طاقة الإنسان إن كان الرجل أو المرأة أحد الطرفين له لمت معين وله طاقة معينة، يحاول يقهر الشريك الحياة الجديد بشتى الطرق، لكن ما في فايدة. الطرف الآخر جاي إنك متعنت وحاط في باله انه يعني مستحيل اني انا اغير السلك هذا او الطبع اللي فيه، فانت مجبور يا شريكي انك تقهرني طول حياتك. لا والله، حد بالعرب يقول انا ما روم اقهر شريك حياتي، قهرت سنة سنتين خمس عشر، وصلنا الى مرحلة ان استحالة الاستمرارية على الوضع هذا اللي نحن عليه، استحالة الاستمرارية هذا وهم زوجين عندهم عيال، لكن استحالة الاستمرارية. بعد الاستمرارية سنة
أو سنتين، شهر أو شهرين، عشر سنين. فمن يوصلون إلى حد الشرع حط الحل اللي هو الانفصال، لأنه خلاص وصلوا إلى حد عدم التجانس وعدم الرضا عن الطرف هذا منهم ما راضي عن ربيعه، وصلوا إلى حد عدم التوافق في بعضهم مع بعض، واستحالة استمرارية الحياة الزوجية. الحياة الزوجية خلاص وصلوا إلى حد مثل يبل قدامهم، استحالة حل الخلافات اللي بينهم. فلذلك الشرع حلل الطلاق اللي هو الانفصال، الطلاق خلاص الشرع حلل الطلاق. الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق هذا كحل مش كمعركة، الله سبحانه وتعالى حط هذا كحل لتفتك الأسرتين من الطحنة هذه. فهذا حل، الطلاق حل مش معركة، مش جهاد، مش وقعه وصدعه وقاضي ومحامي وصدعه وديانه وشكوى وبشتكي عليك وبشتكي علي. هذا مش طلاق، هذه معركة. الطلاق حل، الحل اللي هو لازم يكون فيه اتفاق. فالطلاق عازم شو حل للحالات اللي استحالة الاستمرارية بين الطرفين، استحالة الاستمرارية. فالحل هو الانفصال، الطلاق من بعد شو استحالة. مثلا يكون الرجل فيه عيوب والحرمة عطته فرصة مرة مرتين عشر أمية، ما في مجال يصلح. الرجل شاف على حرمته في من العيوب اللي تستدعي عدم الاستمرارية وياها، سواء خلقيا جسميا في أي شيء، اللي هو استحالة أن الرجل يصبر أو استحالة أن الحرمة تصبر. فالحل شو يكون؟ الانفصال اللي هو الطلاق. هذا شرع من الله، هذا حل، هذا مش مشكلة، هذا مش مصيبة، هذا حل. حل رب العالمين منزلنا ومشرعنا حل لحل هذه المشكلة كلها الكبيرة. فالناس اللي عليهم رضوان من الله عندهم ثقافة دينية وثقافة أخلاقية ومتربين تربية صالحة تفقون خلاص نحن اتفقنا وتزوجنا، لكن حاليا الله رزقنا عيال، لكن استمرارية الزواج هذا وصلنا إلى مرحلة الاستحالة. فمن الذكاء من كلا الطرفين الاتفاق قبل الطلاق، كيف تمشي الأمور ما بعد الطلاق. خلاص احنا وصلوا إلى مرحلة الانفصال، لكن من بعد الطلاق شو بيكون الوضع؟ لأنه يوميا صدع وديانة، صك وحك الريل ويا الحرمة، بالألفاظ البذيئة، بالكلام الخايس، بمد اليد قدام الأولاد. شو بيستوي وضع العيال؟ العيال شو بيكون وضعهم؟ الواحد عمره 12 و13 و10 و3 كبروا العيال، وضع الأم والأبو منذ النشأة ضرابه وطق ومطاقق وصدع وديانة وتلفظ بالألفاظ البذيئة، شو بيكون وضع العيال؟ فتركوا حل موجود نتدارك مدام استحالة استمرارية الاستمرارية إلا كل يوم صك وحك وضرابه وألفاظ بذيئة وضرب وصدع ومحاكم وشرطة، توصل إلى الشرطة يوميا توصل إلى الشرطة، جايب الشرطة يريوس كل يوم، يا شال للحرمة يا شال للرين والسبها. فيكون شو الحل بارك الله فيكم؟ الاتفاق بمحض الإرادة بين الزوج والزوجة، أسب يفكون العيال من هالدوام اللي تسوي قدامهم شبه يوميا، صك وحك السيف لي والترسلك،
السيفري والتنسلك يوميا. أسب يفتكون العيال من حضور حفلة حلبة المصارعة شبه يوميا صبح ومساء، تلفظ بالألفاظ البذيئة وانفار وصدعة وباليد، وهذا يجيب طاري أبوه هذا، وهذا يجيب طاري أم هذا، كل هذا يستوي، وكلكم تعرفون أن هذا موجود شبه يوميا، شبه يوميا في أغلب العوائل، إلا من رحم ربي، إلا اللي الله راح منه وظهر بنه بعصا لهدأ، وهذا جليل بالنسبة للي تسوي مشاكل بينه وبين حرمته، جليل اللي ما تستوي صك والحك يستوي يوميا، ويستوي البيت حلبة مصارعة كل يوم كل يوم، السيفي والترسلك الشهر 30 ليلة يوميا. فحلبة المصارعة والمعركة اللي تستوي بين الأب واللم يوميا قدام العيال لها عواقب وخيمة على الأسرة، على البنات والعيال، العيال هذي اللي كل يوم يشوفون المعركة هذه، هذه بتستوي حياتهم وتأثير على حياتهم وعيشتهم ما يعلم بعواقبها إلا الله سبحانه وتعالى. فشو اللي يستوي في الحالة هذه؟ يتفقون على الانفصال، لكن قبل الانفصال يتفقون على ما بعد الانفصال بدون وصول المرحلة إلى مصلح اجتماعي ومصلح أسري ومحاكم وصدعة وديانة. واحد زايد واحد يساوي اثنين، خوص بخوص رقعة السم خصف، ما فيه سر وتعال، خلاص وصلنا إلى مرحلة عدم الاستمرارية، لازم نتفق إلى ما مرحلة بعد الانفصال. من بعد الانفصال شو روحي راح يكون الوضع، شو لي وشو علي، شو قانون، شو القانون يلزمني، شو اللي مفروض اني انا اسويه، شو يعني، كل شيء ينحسم قبل وبعد، قبل ما يوصلون السالفة الى المحاكم وقال وقيل وصدعة وديانة، يحضر امها وابوها، ويحضر امها وابوه أخته وأخوه، يحضرون حد من كبار العائلة ويتفاهمون، لأن وقت الفرح كلهم حضروا، هذه وقت الانفصال لازم يكونوا موجودين. شو السبب؟ لأن خلاص وصلنا إلى طريق مسدود، مثل ما شاركتوا أنتم في فرحنا تشاركون أن نكون سعداء ما بعد الطلاق والانفصال، لأن حاولنا سنة سنتين عشر أن هذا منه يستحمل ربيع يغير، ما في مجال، وصلنا إلى يوميا معركة، يوميا ضرابة، يوميا شرطة، فنوصل إلى مرحلة نثبت العقل حاليا، وما في داعي لا للمحاكم ولا للصدع ولا الحروبات ما بعد ما بعد الانفصال. هذا اللي خلاني أنا أتكلم عن الموضوع هذا اليوم، موضوع ما بعد الطلاق، ما بعد الانفصال، يسمون الانفصال الناجح، الانفصال الناجح هذا انفصال من بعد اتفاق، هذا قمة في الروعة. معلوم ان ما حد يتمنى، لكن وصلنا الى مرحلة ما في مجال بالاستمرارية، فيستوي طلاق الناجح اللي هو طلاق أو انفصال من بعد اتفاق. فتكون المرحلة ما بعد الطلاق فيها روابط، فيها شروط، فيها التزامات لك وعليك، لش وعليك، من الألف إلى الياء، مرحلة ما بعد الانفصال الناجح. بعض الناس للأسف يتخذون الطلاق كحرب، حرب معلنة، سواء الغلط منك ولا منها استوى الطلاق، استوى الانفصال، لكن ليش الحرب؟ ليش البغضاء؟ ليش المشاحنات؟ ليش المحاكم؟ ليش هذا منهم يعدي على الثاني؟ ليش تستوي قطيع بين الأسر؟ ليش يستوي بينهم ما يصنع الحداد؟ شو السبب؟ ليش هذا كله؟ هذا حل من الله سبحانه وتعالى، هذا حل عدم الاستمرارية، حل من الله نجعل الطلاق هذا
أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكن هذا الحل شو لازمة المعركة؟ شلها من لازم المعركة هذه السيفي وترسلك وين ياي مال؟ شو محلها من الإعراب من الأساس؟ الطلاق مش فتيلة حرب، الطلاق الله سبحانه وتعالى مخلنك حل كعلاج. الله جعل الطلاق، الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق للمشكلة العويصة، هذه مشكلة حصرية وما تنحل إلا بالطلاق. فالله ما جعل الطلاق كحرب أزلية خلاص استوت معركة بينك وبينها. فإمساك بمعروف أو تسريحا بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا أنت مش قادر تمسك بطريقة حينة وطريقة شد وجذب تنازلات بين الاثنين، ولا العيشة استحالة الاستمرارية بتكون يوميا طحنة. فلذلك الحل هو الانفصال باتفاق. إذا أنك أنت حين يا الريل ما تروم تمسكها بمعروف، يجب عليك تسريح بالإحسان. وأنت بعد نفس الشيء، إذا أنت ما برايمة تقهرين الريل هذا أو ما برايمة تعدلين من وضعك، الشرع محلل لك، عاطنك الله سبحانه وتعالى مشرع لك أنك أنت تودرينه. الله هذا من الله سبحانه وتعالى، مش من زيد ولا من عبيد. فاللي استوى هذا علاج للمشكلة، مش إشعال حرب فتيل. الطلاق عمر ما يكون حرب، الطلاق هذا اتفاق ما خلاص انت حاولتي وهو حاول، لكن ما في اتفاق، ما في تجانس بين الروحين، ما شيء قبول، ما شيء قبول. لا انت قاهرتنه ولا هو قاهرنك، لا انت رايمه توصلين لافكارك ولا هو رايم يتنازل. فالحل شو؟ صك وحك؟ لا والله، مصريين يقولون اشتري دماغك، حط راسك في الاخداع وافتك من الصداع. استوى بارك الله فيكم الانفصال بين الزوج وزوجته، غلط منها امنه، العدل منها، العدل من امنه، ايا كان خطأ، المهم استوى الانفصال. موضوع اليوم اللي انا ارمسكم عنه بخبرتي وسيرتي وييتي في هالدنيا من يوم انا ياهل وعلى ما شفت في حياتي هاي الطويله اللي خطبت، ينصب بعلاقه الزوجين ما بعد الانفصال. علاقه الشخصين هذين اللي كانوا زوجين وكان يجمع تحتهم، يجمعون تحت سقف واحد وعلى فراش واحد، هذا كله علاقتهم ما بعد الانفصال شو راح تكون؟ احنا اتفقنا وخلصنا ان الطلاق هو الحل الامثل والوحيد اللي الله سبحانه وتعالى مشرعنا في وقت وصلوا الى حد انتهت كل الطرق او كل التجارب او كل المحاولات لاصلاح ذات البين بين الشخصين، خلاص مفقود الامل، ما شيء حل، يتمون دبة حياتهم مشاكل وشرطة وصدع وديانة، لا، وصلنا الى مرحلة الانفصال. حاليا ما بعد الانفصال، ما بعد الانفصال شو رح يكون؟ ولا شو الترتيب؟ ولا شو الطريقة اللي لازم يتفقون عليها؟ أو شو الاتفاق يكون؟ خلصنا من الموضوع. فحين عندنا نحن حالتين، الحالة منهن الأولى اللي هي استوى الطلاق من بعد اتفاق، يسمون الطلاق الناجح، خبرنا رمسنا عنه. فالطلاق الناجح شو اللي يستوي؟ العيال افتكوا والصدعة والديانة، استوت زيارة بين العوائل، بين أهل المعرس وأهل العروس، المطلج والمطلقة،
العلاقات ما اختربت بين الأهل، لأن دم ولحم أهلية نسب ومخول بينهم الحين، يعني ما شيء فراق، دم ولحم خلاص، تواصل أسري ما يستوي إنك أنت تهدم اللي استوى هذا. إنزين العيال افتكوا من المعركة شبه يومية، العيال يباتون كل ليلة دمعتهم على خدهم من الشيء. نعم العيال ما يباتون ليلهم إلا يصيحون. شو السبب؟ يشوفون اللم في معركة ويلبوا، واللبوا معركة ويلم، فلذلك افتكوا من الصدع والديانة، باتوا مرتاحين، افتكوا من هذه المعركة، افتكوا من حلبة المصارعة شبه يوميا في البيت. فهذا الطلاق اللي هو من بعد اتفاق، النوع اللي رمسنا عنه الطلاق أو انفصال ما بعد اتفاق، هذا نحن نسميهم باللهجة المحلية مذهبين، أو عيال سنة وسالفة، عيال مذهب، عيال أصول متربين. هذا السلك الإماراتي الصح اللي ماشي عليه العرب والقبائل، هذا سلوم الناس الصاحية المتربين، الناس اللي فيهم مخافة من الله سبحانه وتعالى. هذا رقم كبير من المجتمع اللي نحن عايشين فيه، هذا اتفاقهم، اتفاق أو الطلاق الناجح يسمونه، هذا موجود حاليا ونحن نعيشه ونشوفه في كل بيت، اللهم لك الحمد. لكن مقابل هذا توجد النوعية الأخرى اللي هم بينهم ما يصنع الحداد، فهذه الفئة المستهدفة اللي أنا أقصدها، اللي هي يستوي ما بينهم سك وحك ما بعد الطلاق، بالأخص إذا في عيال، بالأخص إذا في عيال واستوى عادة السك والحك وطلاق بدون اتفاق، بدون وضع النقط فوق الحروف، وبدون اتفاق حضور الناس الكبار في العائلتين، تستوي الطلاق وتستوي عادة. شوش اللي يستوي عادة؟ وللأسف من بعد ما تم عملية الطلاق وخروجهم الاثنين من دائرة القضاء منفصلين، يبتدي كل واحد من الاثنين يحيك ويخطط ويبرز كيف يقدر يجيد للثاني الصاع صاعين، وتبتدي المؤامرات، وتبتدي الحيل، وتبتدي القضايا، وتبتدي تعيين المحاميين، وتبتدي المشاكل، وتبتدي المعركة اللي تكون أزلية، دبة الحياة معركة بين عائلتين والسبب فردين. كل هالمعركة حين شو تازم؟ محورها العيال، منو اللي متأدي، منو اللي متصدع، منو اللي ظاهر الشب في راسه؟ العيال. والسب شو؟ غباء الأبو الجاهل والأم جليلة الحاسية. هي نعم السبب عن جهيتهم وغبائهم، ونسوا ان عندهم عيال بيرسون في دوامة السيفري والترسلك، يستوي بينهم ما يصنع الحداد لين تقوم ناقة صالح. فشو يستوي حاليا؟ كل منهم يبغى يسحب العيال طرفه، فشي يسوي؟ اللبو يحشي روس العيال بأمور اللم، واللم تحشي روس العيال بأمور الريل، كل منهم يتشنز روس هالعيال، يتشنز لين هذا منه، هذا منهم. فكل واحد من الطرفين اللم واللبو يتشنز في راس العيال، يبون كل واحد منهم يذب العيال جداه، ما دروا انهم يخلون عيالهم يفقدون الثقة في اللم واللبو وفي نفسهم. العيال يبتدون يتزعزع شخصيتهم، يفقد الثقة من اللم ومن اللبو ومن روحه. الياهل البنت أو الولد تفقد الثقة في نفسها حتى،
وسب الشو القال والقيل اللي بينكم انتوا الاثنين، اللي هذا منكم يصب في راس الثاني، صبون فروس العيال هذا منهم يكره اللبو، يكره العيال في اللم، واللم تكره العيال في اللبو. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بينكم فضل، يا ما ستر عليك بزينك وشينك، وانت يا ما هي سترت عليك بزينك وشينك وعلمك وخبرك، دار درى ودار ما درى. الحين هذا منكم يكشف للعرب مساوئ حرمته، وانتي تكشفين للعرب مساوئ رجلك، الله ستر عليكم هالدهر كله. الحين هذا منكم يكشف عن حير بيعه، كيف يعني؟ لذلك ما في فايدة لو تكودين ما تكودين فيه، لو تشبين عليه شب البلاء، لو تكود فيها بالمزمة، ترى هي ابوي هي ام عيالك، وانتي ترى هو ابو عيالك، الاسم ابوي شالين دبة الحياة، اما فلان بنت فلان وابو فلان بن فلان. رضيتي ولا رضيتي؟ رضيت ولا ما رضيت؟ هذا خلاص، هذا يوم يقولك خط نكره الياعد، شيء مفروغ منه، هذا شالين اسمكم، فكوت ولا ما كوت؟ هذا الشيء يشنيك ويعيبك، يعني ويخليك انت مش في مصاف الرجال، وانت ما تازمين مش في مصاف الحريم، يتخطف عنك الفنيال اصلا، اللي تعدربين برايك هالتعدريب كله، ما تنعد، ما تتيلسين في ميلس الحريم اللي فيهن غير، وانت كذا الامثال يروغونك بعيد الميارس. خلاص وصلتوا الى مرحلة الطلاق، هذا ما في داعي للمكايد، دورين منو بياخذ، منو خد، منو شاف، وين صار، وين يأ، وانت كذا الامثال في استتليها، منو قابلت، سمعنا ان بها يخطبونها، منو بياخذها، هذا شوفي زود علي انا لازم اكيد لها، ما خليها تساعد من عقبي انا، وهي بعد كذا الامثال دس الدسايس، وما تخلي شيء ما تسوي، تبي تجلب حياته جحيم، بتصير لين الحرمه اللي هو ناوي ياخذها ندوس، ترى هذا عيب، وهذا فعل، وهذا تركه، وهذا فيه وفي ما يخطيه، وهو نفس الشيء. منو هذا؟ منو عقب هذا اللي بي، منو اللي بيستفيد من هذا كله؟ ما حد بالعكس، اللي بيتعثر منو؟ العيال بتيهم العثرات والدثرات، مو العيال يوصلون الى مرحله توهان، لأنك أنت حشيتي راسم عن اللبو، حشيتي راسم عن أبوهم، حطيتي فيه الشوش المتنجس، شو الفايدة؟ وهو أخس ودعس، هو بعد كود بالمزمار فيك، أنت انهزت شخصيتك، ماشي شرات العيال يوم اللم واللبو تهزز شخصيتهم عند العيال، هاي مصيبة كبيرة، اختربوا العيال، فلت الزمام حينه سبت تكويكك وتشيتك على روسم التشيت الشايد، هذا خلاص فلت الزمان من اللبو ومن اللم، الخراب منكم اثنين، كانكم انتو تشيتون طول الدهر صدعه وديانه وضرابه من يومهم يهال لين كبروا غدوا ريايين، ويشوفون قدامهم اللم واللبو في معركة بينهم ما يصنع الحداد، شو تتوقعون التربية؟ هاي خلاص فلت، بيغدون العيال هاي مرة حالهم حال، شو بقول لكم العيال بالله، ما سمعنا هالكلمة هاي، لا ظهر القرون، لا رويه القايلة كيف قايلة، لا علمه كيف ينام الحدب، كيف ينام الحدب، بتعلمه كيف ينام الحدب، يا ما سمعنا هالكلمة هذه، يا ما قالت بظهر في رأس القرون، بظهر له الشب من عينه، يا ما سمعنا هالكلمات هذه، منو اللي يطيح فيها المكايد عقب؟ العيال، يا ما قلتن والله لا يريره في المحاكم، ولا خليه يسوي ويسوي، ودفعه وظهر له وظهر، ما خليه يتهنى بحياته، يا ما سمعنا، يا ما سمعنا لين هذا منه،
وبعد في الباب من الطرف الثاني بعد ياما سمعنا من الريل المطلج هذا العدل اللي ما يسوى شفطه عام لا ظهر لها قرون وما خليها تتهنى ويا ريلها ما توعب هلا قالت خسي هذا يعرس ويخسي والله ما خليه يتهنى بحياته والله ما خليه يقيل ولا خليه يرتاح لكيد له وسوي له وسوي له وسوي له وسوي ما قلتي ما تبين قبل ترى قلتي ما تبين الحين تجلسين لمعرض رشق شو اللي كالف النج ما شي كالف توهدرتو انتهى الموضوع ما لداعي هذا كل اللي ينقال لا منج ولا منه إذا كانت مصلحة العيال تهمكم أنتم بثنين فيجب عليكم الاحترام مفروض أنك أنت تحترمينه وتخلينه يزور عياله في بيتك أنت اللي هو من الأساس بيته هو اللي الحكمت لك المحكمة أنك أنت لك البيت ما شيء مشكلة تحترمينه كانه مدخن دلت بحطوطة يدخل يبويها عند عياله ويشوف عياله أنت بتنفدين العين ما شافت لكن لازم اللبو يشوف عياله في بيتك أنت اللي هو بيته هو اللي يدي بوي مجين جو فلوس مدي بوي خسران والمحكمة حاكمت لك أنت بالنفقة وبطحن الزمان بهذا كله مفروض أن الريل المطلق يدخل وكل احترام وتقدير قدام عياله والله شيء من الحريم شر والله ما يشوف عياله إلا كان في مركز الشرطة كيف هان عريج هذا كله كيف هان عريج تكسرين نفس عيالك خليه هو نفس عيالك كيف تكسرينها تخلين أبوهم يتشمطط بين مخافر الشرطة والصدع والديانة ليش ما يسوى هذا كله ليش تحسين بمتعة وانتي تخلينه والله لنقز الشاب من عينه لا بخليه يدفع نص معاشه هي تدرين عليه دين وتدرين عليه قروض وتدرين انه يعطي اخته ولا عمته ولا خالته ولا يظهر ثلثين الراتب بيني وبين عيالي لو هي عندها ما عندها ابدا ما يهمها تسوي عمرها لا تايل ولا تعلم شو تستفيدين عوذ بالله عوذ بالله من هالنوع من الحريم اللي هنمونه يا ابوك لو ما اخذ لك انت ذيبها بركلك وشي بعد من الريال بعد اخس ودعس لو ما اخذت لها الكلب ابركلها من كنت والله العظيم على ما اشوف انا في الدنيا هاي الدنيا فيها العجب والله يوم يقولوها خلي يطالع عياله في البيت لا 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 لا, لا. يشوفهم اودي هناك المحكمه يشوف عياله ولا في المركز يشوف عياله شيتين معين يشوف عياله واشلهم انا بوجه مقواج انت شو انت شو 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 تي طبعه انت ما يشوف عياله الا في المركز ان شاء الله حد انك اطفال يريرينهم مراكز لا والله يقرب يقرب لو في ما في عيل الأول فنان وما شيء خنعنه وتعدين في القصيد وينضرب فيه الوصوف وعلي عنك يا غياب وعيالي ويا أبو هالحين استوى كخطف المحاكم كانت تبي تشوف عيالك في المخبر نص ساعة الله أكبر عليك الله أكبر عليك الباس ما أقول عنك شيء بخبركم بعد شيء حد من الحريم طلقت من الريل تهجر هايك الأسرة كاملة تكره اللم تكره أبوه تكره خواله تكره عمامه تكره خواته تكره الليلة تكره الناس كلها هايش كلها شي خصم لو ما حد شراته وحليلهم من تربين يوجي تراكضون المستشفيات لو بين يرح صبعك ينينونهم لو بطيحين مسخنه ولا ميهود ولا ضار بنت افتاقع الافتاق ما يفارج لقطيهم 24 ساعة يعني حاطينك في عيونهم الحين تقطعينهم هاي كلهم شو هالمذهب الحين انت هو توادرت ويا تتوادرين ويا أمة لا إله إلا الله طايفة كاملة
كنت قزرت وياهم 20 سنة مرة نسيتيهم؟ عرفت شو قل الذات هذا؟ شو قل الذات؟ لا تمنع العيال ما تطيح ريولكم ببيوت تنبر تطيحون عليهم التراب. يا ويلكم ويا زوال ليلكم، يا ويلكم ويا عثركم لو تصيرون بيتكم زوالكم، والله لسوي بكم واشطي. عن أبوك شو هالشر؟ شو هالأمر لين هكذر؟ في نفس الوقت ترى شي حالات وايد كثيرة من استوى الانفصال والطلاق تازم الحرمة المطلقة تشيل العيال تسير على أمه، تسير على أبوه، تسير على خالاته، على عماته. ترى كانت علاقة حميمة وانتي عندك هاي من عياله ترى بهذي دمهم ولحمهم، كيف تقطعين الوصل بينك وبينهم؟ وهذا ما بمن الشرع ولا بمن الدين ولا بمن المذهب ولا بمن المعنى انك انتي تحرمين العيال من هاليتم. لكن شيء من الحريم يحضرون المناسبات، يحضرون أفراحهم، أحزانهم، أعراسهم، يحضرون مواييبهم، يوم من حديم الحي ولا من العمرة ويبونه وساروا له تشكروا له بالسلامة، كان مسافر ولا معالج ولا اللي هو. شيء من الحريم اللي عليها رضوان من الله، وهذه فئة كبيرة فوق ما تتخيلون، رقم كبير من النساء الصالحات الحشيمات الانضاف. لكن أنا أحاكي الفئة البسيطة هذه، لكن مع هذا نحن الفئة البسيطة هذه ما نبغاها تكون موجودة في مجتمعنا. الفئة البسيطة هذه لو حتى قليلة أشوفها مازرات محاكم. سيروا طال أنتوا مال التصليح التوجيه الأسري ومال التصليح والإرشاد ومال الصدع والديانة ويميع المشاكل وطحنة الزمان. الحين تام البلاد أبوي ما لها مهر إلا أبوي هذا مطلقتنا وهذا كاتب بخالعتنا وهذا أبوي حرمة ما أدري شو مسوي وهذا الريل ما أدري شو مسوي. بس حين ما حد عنده مهر في الدنيا إلا صك وحك إلا بالشؤون الأسرية. الدنيا أبوي تغرق وتنبر وتحيا وتموت، حد عنثره يفكر في الاشياء اللي ما لها معنى هذه. خلاص الاول الناس ما تعرف، الحين الحمد لله وعي ديني وثقافه ودين وعلم ونور وايمان وتربيه صالحه. مفروض الفئه البسيطه هذه تكون نسبتها صفر في مجتمعنا. المجتمع بالاخص الاماراتي، بالاخص المجتمع الاماراتي لازم القرقعة هذه ما تكون موجود في حياتنا. نبي ننتبه لعمارنا، نبي ننتبه لعيالنا، تربية العيال، علاقاتنا الأسرية، ننمي بلدنا، ننمي أشغالنا، نفكر في بلادنا، نفكر كيف الرد المعروف حق هالبلد اللي ربتنا. هب كل يوم محاكم، شرطة، صدع، يعني أدو دين، شلو دين، أدو شونة، أدو نفقة، أدو مادي. أنا أبو بس. هذه هي الحياة، هاي هي الحياة، كلها معركة 24 ساعة معركة ما توجه. متى الأدمي بيرتاح؟ في القبر خلاص عاد حسابك عند رب العالمين. إذا ما ارتحت وانت حي متى بترتاح؟ متى هي الراحة؟ الراحة خضرة وحمرة، هي الراحة نمونة وحدة. راحة يبتي بيتك ولنك بخير وسهالة، استوى وفق بينك وبين أهل بيتك مرحبا وسهلة. ما استوى وفق ولا دخول بإحسان وخروج بإحسان، مش صك وحك. الأول في الحياة الزوجية صك وحك، وعقب الطلاق والانفصال بعد صك وحك. شو اللي كالف؟ هي عيشة وحدة، الواحد ما بيعيش في مرار وغربال وصدع وديانة. هذه مصيبة كبيرة. ترى من الضرورة القصوى أنك أنت تصرين على تواصل عيالك مع يدهم ويدتهم وخوالهم وعمومتهم كل أهلهم. ما تقطعين العيال من هالطليجك، ترى هذا مرة ما يصب في صالحك ولا في صالحهم. ترى درب الانحراف وايد بسيط وسهل. الأسرة اللي فيها تفكك الأسري
وللعائلة اللي لم حارمه العيال من زيارة عمامهم، من زيارة أبوهم، من زيارة يدتهم. أسرع ناس للانحراف هم الفئة هذه المحرومين من شوف أبوهم. فيوم الله عز وجل سبحانه قال ولا تنسوا الفضل بينكما، هذا له مليون مغزى ومغزى، لأن الفضل هذا اللي بيتم بينك وبين الطليج هذا، هذا بيسعد العيال. الله سبحانه وتعالى له مغزى في الكلام هذا، له مغزى ان الفضل هذا بيتم سبب اسعاد البذره اللي بينك وبينه دبت حياتهم. استوى الطلاق، مش لازم تسوي عداوه ومعركه، خلكم ربع، خلكم صدقان، لا تنسون الفضل، فضل كان بيكم، ما في داعي للمعركه هذه كلها. كل هذا ابوي مره ما بلصالحكم، لو بيستوي اللي يستوي، مهما تكسبي من قضايا، وانت مهما تكسب من قضايا، ومهما يستوي، ومهما تستوي مصايب، المشاكل هذه ما حب تطيح في عاقبة المشاكل هذه كلها على العيال، العيال اللي بينكم كل المصايب على رؤوسهم. لازم من بعد الانفصال يستوي تواصل بينك انت ويا طليجك، حتى لو هي معرسة، حتى لو عرست من عقب، ترى بينكم عيال، العيال هذيل لازم تربيتهم مسؤوليتكم انتوا الاثنين، ما بغلط ولا بعيب انك انت ترمس مطلقك ومطلقك ترمسك وبعلم ريلها، وانت بعلم حرمك، حتى لو استوت قطع وصل بينكم، هذا يوم من ايام الله كنتوا تحت سقف واحد، الحين ما عليه، لاجل بركات هالعيال، بركات هالعيال، ويكم عن الله، الله سبحانه وتعالى بينتقم منكم لأنكم أنتوا باثنين، أنتوا باثنيناتكم سبب تعاسة هالعيال، عن جهيكم وعنادكم وعدم اتفاقكم في تربية وطريقة تربية العيال، أنتوا خليتوا العيال ينحرفون، يوصلون إلى طريق الانحراف والسب، أنتوا عدم اتفاقكم وعدم مشاورتكم معكم مع بعض في طريقة تربية وإدارة دفة تربية العيال. ليش؟ لأن العيال يدرسون، لازم الأبو يكون مطلع على نتائج عياله، بيطلع على طريقة سلوكهم داخل البيت وخارجه، في حال وكان في حال كان العيول العيال عند أمهم، وفي حال كان العيال عند أبوهم، اللي نفس الشيء بعد، لازم تعرف العيال شو وضعهم، حتى لو هي عرست وتساعدت ويا الرجل، لازم تبقى تطمن على عيالها، في حال كانوا العيال عندك، لازم تعرف كل كبيرة وصغيرة عن عيالها، اللي هذا رب العالمين ما بيغفر لك وضع انك انت حارم اللم من متابعة احوال عيالها، حتى لو هي على ذمة ريل، هي اخذت ريل، هي ما بتم وقف، دب الحياة سامان ديقة، انت تبى تعرس وترتقد شرق وغرب، وهي يا ويلك ويلاه عرستي، لا والله. وبين فترة والثانية يجب على الام المطلقة والمطلج يتجمعون في مكان ويسون عيالهم بعضهم مع بعض، مودودين في جو أسري كأنه ما شيء ما عليه، ما بلازم عدال بعض، في مكان واحد على الأقل العيال يشوفون اللم واللبو موجودين، في نقاش، في حوار، في احترام، في ألفاظ مؤدبة، وينك يا أم فلان وانت يا أبو فلان، حتى لو كل منهم معرس، ترى مش عيب، ترى الانفصال اللي استوى هذا كان حل، مش فتيل حرب، كان حل جذري، حل من الله سبحانه وتعالى. فلذلك لازم يعيشون اللم، العيال يشوفون اللم واللبو وفي حوار بينهم، ما يحسون بالفراق، ما يحسون بالتشتت الأسري، وانت السبب، وجوب لقائكم ونقاشكم، وجوب لقائكم بين فترة والثانية، والاجتماع في جو أسري مع أمك وأبوك ويدك ويد كلكم مع بعض، وايد ضروري نقاش طريقة تربية العيال وما آلوا إليه.
اتخاذ القرار هذا والاجتماع الأسري من بعد الانفصال هذا ترى عين الصواب لما صلحها تصب في كلا العائلتين، عائلة الطليج والمطلقة والعيال والأسرة اللي مكونة من أسرتين العمام والخوال. هذا التشتت الأسري اللي كان إذا ما أنه استوى فيه تواصل هذه مصيبة كبيرة ما يعلم عواقبها إلا الله سبحانه وتعالى. وسامحوني على الإطالة، وأدري أن الموضوع اليوم دم ثجيل وما يتشاهد وطولته، ما طبيعتي شيء ما طبطنا الرمزة، وأدري بأن الموضوع شوية ثجيل، أدري بأنه ثجيل، لكن ما بدي حيلة على ما أشوف بعيني بين البيوت والناس وسواني سيرة وهيتي دبت حياتي. فلذلك ما أسامح أمري إذا أني أنا من هالمكان ما أرمس، مدام عندي هالنافذة اللي أقدر أدخل فيها في كل بيت لازم أرمس، لأني أتكلم عن شيء أشوفه شوف العين، ما بحد يخبرني. أنا عايش في نص هالبلاد وولد هالبلاد وولد هالمجتمع، فلذلك أنا مطلع على أحوال بيوت وايد ما شيء كثرها. نسأل الله العفو والعافية، ويعلى الله يحفظكم يبارك فيكم، وسامحوني على الإطالة. اليوم بعد ما بهينا هالرمسة، رمسة وايدة، لكن رمسة مثل ها موضوع هالنمونة ما تروم تختصره، شو بختصره يعني؟ 1+1=2 ما يستوي. هذا موضوع شائك، موضوع أسري، موضوع خراب بيوت، موضوع عائلي كبير، موضوع اجتماعي وايد كبير، مش بالهين انك انت ترمس كلمتي. انا مش بروفيسور ولا باحث ولا دارس مال تربية أسرية، انا ارمس بالشيء اللي الله مقدرني عليه وطريقة فهمي وطريقة اللي انا افهمه من اللي شفت دبة حياتي اللي اختفت. فلذلك ابوي سامحوني على الإطالة، وتصبحون على خير.